لقد كان الإعلام الوطني مرافعا قويا عن عدالة الثورة التحررية المجيدة، وواصل رسالته النبيلة في المساهمة في تحصين الجبهة الداخلية ومرافقة جهود التنمية والتطور. الارتباط بين مناسبتين 11 ديسمبر 62 تاريخ تأسيس جريدة الشعب ومظاهرات 11 ديسمبر 1960 يعني فيما يعني أن الشعب ميراث نضال وطني تداخل فيه الإعلام والنضال الميداني للجزائريين من أجل الحرية. الشعب مدرسة الوطنية وقلعة تخرجت إثارات سامية لهم مكانة في صنع القرار وأقلاما ذاعت صيتها تحت تبوأت مكانة كبيرة في الحقل الإعلامي.